السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع أيها الإخوة الأفاضل إلى آيات من كتاب الله جل وعلا ونتدبر ما فيها. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال ابن كثير رحمه الله: أي عملوا بطاعة الله وأخلصوا العمل لله تعالى على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قال الزهري رحمه الله: تلا عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية الكريمة على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم قال: استقاموا والله ولم يروغوا روغان الثعالب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حيث سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. ولا تكون الاستقامة إلا لمن كانت أقواله وأعماله وإراداته على ما شرعه الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال لنبيه: فاستقم، أي فاستقم كما أمرت وليس كما أردت. فالمستقيم أو المهتدي هو من كان يمشي سوياً على صراط مستقيم. قال تعالى: أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم. قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي تقول لهم الملائكة عند الاحتضار: لا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال الآخرة وشدائدها، فهناك القبر وظلماته ووحشته، وهناك النفخ في الصور، وهناك عرصات يوم القيامة، هناك الصراط والميزان، فلا تخافوا مما تقدم عليه من أهوال الآخرة وشدائدها، فإن الله جل وعلا يهونها على أهل الاستقامة. ولا تحزنوا على ما تركتم من مال وأهل وولد ودين، فإنا سنخلفكم فيه. قوله تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبشرونهم بحصول الخير وزوال الشر، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت إذا حضرته الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالت الملائكة: أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. روى ابن أبي حاتم بسنده إلى ثابت أنه قرأ هذه السورة الكريمة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فوقف وقال: بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره تلقاه ملكاه اللذان كان معه في الدنيا، فيقولان له: لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن مما أنت مقدم عليه، فإن الله جل وعلا سيهونها عليك
ما أمامك، فما من عظيمة يخشاها الناس إلا وهي سهلة عليه لما كان يعمل في الدنيا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ملك الموت إذا جاء إلى المؤمن لقبض روحه قال: يا عبد الله، إن ربك يقرئك السلام. وقال محمد بن كعب: إن ملك الموت إذا جاء للمؤمن قال له: السلام عليك يا ولي الله، إن ربك يقرئك السلام. وفي هذا تشريف وتعظيم للمؤمن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال زيد بن أسلم: المؤمن يبشر عند احتضاره وفي قبره ويوم القيامة. قال ابن كثير: وهذا قول يجمع الأقوال السابقة، وهو قول حسن جدا، وهو الواقع. قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، تقول لهم الملائكة عند الاحتضار: كنا معكم في الدنيا نوفقكم ونسددكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة عند الصراط وعند الميزان وعند الشدائد، نخفف عنكم، كما قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قوله تعالى: نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي كل ما تريدون مما تشتهي النفوس وتقر به العيون فهو موجود حاضر بين أيديكم. قال تعالى: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني تنعمون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وعطاء وكرما من رب رحيم سبحانه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآيات. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآيات الكريمات السابقة: أولاً، أن الإيمان والاستقامة سببان رئيسيان لدخول الجنة. ثانياً، أن المؤمن يبشر بالجنة عند احتضاره وفي قبره ويوم القيامة وعلى أبواب الجنة. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثالثاً، أن العامل ينبغي له أو ينبغي أن يبشر قبل ينبغي للعامل أن يبشر بما عمل حتى يكون ذلك أبلغ في نشاطه. ولذلك الله جل وعلا قال: وبشر المؤمنين. رابعاً، من فوائد الآيات الكريمات أن المؤمنين إنما يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته لا بأعمالهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. خامساً وأخيراً، أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة أعطوا ما يريدون مما تشتهي النفوس وتقر به العيون، بل وزيادة على ذلك. قال تعالى:
لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بأنها رؤية الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.